ذنبنا أننا نملك وجه واحد في وسط مهرجان من الأقنعة يا جماعة. شوف كاين ناس يلعبها هو راهو معاك، ويلعبها يعني انه يتفق معاك في الفكره. باش نقوله باختصار باش الحاج يتدخل باسكو يروح يرقد، يقول واحد المثل جو بونس يوناني ولا ما على باليش بالعربيه، يقول ثلاثه يحذروا منهم الناس، شكون هي؟ توبه الرهبان، وحقيقه الفتان، وغضب السلطان. هذو ثلاثه ما تديرش فيهم الثقة كاع، لأنه السلطان يغضب بصح من بعد يعاود يولي، لأنه ما يقدرش يعيش بلا الشعب تاعو. الراهب يجي لك يقدر يلعبها مسلم، بصح المسلم ما يقدرش يلعبها راهب. والفتان الواحد اللي يدير الفتنة منين ذاك يجيب واحد لسان حلو ويقول لك وأنا مظلوم وأنا حقروني وأنا دارولي وأنا عندي الحق، وهذو ما يحبوش الحق. دونك هذو الناس اللي يجيو يتذموا ويقول لك يعني يقبض العصا من الوسط، يقول لك نص الآية ويل للمصلين، دونك ما تصليش. دونك هذو الناس اللي يعطيو نص الحقيقة ويجي على أساس أنه راهو يدافع على فكرة، لكن هو يدافع على مصالحه الشخصية، بغى سياسي ولا مسؤول ولا إطار ولا أي إنسان. أي إنسان عنده هدف في الدنيا هذا. دونك الفكرة كاين ناس يعني تتورط في أمور من أجل أفكار خاطئة. يعني سي بور سا الإنسان لازم قبل ما يدخل في أي مجال يتأكد ويتعلم. رانا نشوفه باللي في الدنيا هذه كل حاجة لازم تتكون. تروح انت تخدم باغ اكزومبل تخدم بلومبي، لازم تشوفها بون بلومبي، تتعلم من عنده الصنعة وتتعلم هذه واسمها، دونك باش تبدا تطبق. ما تقدرش تروح تخدم بلومبي ومن بعد تروح تتعلم. إذا كان خضيت يعني تعلمت حاجة هكايا معوجة، ما تقدرش من بعد ما تتعلم خلاص ولات عندك انابيتيد، ولات عندك عادة، وهذيك العادة مستحيل باش تتخلى عليها. دونك الناس هذو فيهم عندهم تكونوا تكوين خاطئ، هذو الناس اللي خاصة الصحفيين للأسف الشديد، لأنهم هما اللي ينشروا للفكر الخاطئ، بغى إعلامي ولا صحفي ولا يكتب ولا يتكلم ولا أي حاجة. دونك الناس لازم توعى. اقرأ يا أخي، اقرأ، تيلي شارجي في شي PDF، راك راكب في الطوموبيل مع صاحبك ولا راكب في الترام ولا كذا، كل يوم اطرق الموضوع كل يوم. هذاك الهادي اللي كان معنا قبيله، انا قصرت معاه شخصيا والله غير ما شاء الله، كانت عنده امور، كان صغير في السن وكذا، ومنه درك بدا يكبر يعني يوميا يحوس على ليليان، ابعث لي كتاب الفلاني، واش تميز في فلان، يعني انسان ولا يبحث على الحقيقه. ماهيش عندي انا الحقيقه، حوس عليها وحدك، ومن بعد انت في الاخير يعني في الامتحان تاعك، انه كي تواجه الناس ثم يحكموا عليك، مش انا اللي نحكم عليك، لانه انا اعطيتك فكره. دونك انت لازم تقتنع بامور، وهذوك الأمور لازم تتميز بين المليح واللي ماشي مليح. وبارك الله فيكم. الحاج تفضل. أظن أن الحاج سافر، قلعت الديكولات الطيارة تاعو. تفضلوا الإخوة اللي حاب يدخل. محمد غزال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك شيخ زهير؟ لاباس؟ والله غير مازال ما وليت شيخ، بصح كل يوم ان شاء الله. بارك لا الله لا، فيك. هذاك هادي الشيخ حنايا تاع ريسبي، ماشي تاع، ماشي تاع الله لاباس. يحفظك. هي احنا عندنا في المدية، باسكو انا من المدية، احنا عندنا في المدية يقولوا الشيخ بلا شيخ ما هو شيخ. ايه، ما احنا نقولوها، ما نقولوا شيخ بلا شيخ ما هو شيخ، نقولوا تاني شيخ بلا شيخ لو عمر جبحو خاوي لا لو مبدا ولا تمام. بارك الله فيك. زيد غير شوية للصوت تاعك خويا محمد. داكور داكور. حبيت نزيد برك واحد الإضافة اللي كان يحكي عليها أخونا لافرونشي دوكا على البرنامج تاع الصهاينة اللي راهم يخدموا فيه، يعني بخصوص الجزائر، يعني ماشي بصفة عامة، واش راهم يخدموا وبمن راهم يخدموا، وما راهم يخدموا كيما قاع على بالنا، راهم يخدموا بالمراريك، وراهم يخدموا ببعض الجزائريين. دوكا مؤخرا بداو يحكموا أفكار مبرمجة، يحكم مسودة يمدوها لهم العملاء تاعهم الكلاب، ويقولوا لهم اطلقوا هادية، اطلقوها وين؟ في
في وسط الشعب الجزائري، في وسط العرب، في وسط كامل يسمى هذوما، خاصة في المساحات. علاش باش يخلقوا واحد النوع من الكراهية والمحبة؟ الكراهية وين؟ في العرب، في بيناتنا نحن العرب بصفة عامة، والمحب في إسرائيل. إسرائيل راهم يجملوا فيها بكل الصفات، يعني خاصة من الناحية الدينية، يطلقوا عباد عندهم أفكار دينية، ينشروا هذوك الأفكار، شغل نشر الدين، نشر الدين وكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يحب اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معاهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بكى على جنازة يهودي. المهم كاين أمورات خرافات زايدينهم، وكاين أمورات كاينين، ولكن هم يستعملوهم لأغراض. هذه من ناحية تاع، ومن ناحية تاع العرب، يعني الإخوة بزاف اللي راهم معانا لهنا في سبيس شافوا يعني نقاشات مع العرب هذوما، خاصة كاين اللي معروفين، كاين واحد 3 ولا 4 هما اللي راهم يجيروا فيهم كامل. أكبرهم أيوب الصهيوني، هذاك أيوب الصهيوني قاع دوكا راهم قاع على بالهم به، راهو يحكم العرب ويدير مساحة للمراكي، يدور معاه شوية نسا مروكيات، ويجيب العرب ويجيب الجزائريين، يطلع الجزائري ويبدا يخبط فيه. الأجندة تاعو كيما كانت تقول دوك الأخت على الجيش، هدرا زوج يخبط الجيش، دولة الكبرانات، دولة ما على بالكم شكون راه يحكم فيكم. لا لا يا أخي، على بالنا احنا شكون راه يحكم فينا، واللي راهم يحكموا فينا رانا ملتحمين معاهم. وقلت له أنا يا ميرار شحال من مرة، قلت له احنا يا 45 مليون قاع جيش باش يكون في علمك. دونك انا يسمى نصيحة برك، يعني الإخوة اللي راهم يدخلوا دائما نعاودها ونكررها، لأنه الإنسان يغفل ويطيح في أخطاء هكذايا، كي تروحوا تتناقشوا اعرفوا برك كيفاش تتناقشوا، هذا ما كان اعرفوا كيفاش تتناقشوا. النقاش تاعكم لازم يكون موجه، موجه وشنو للوطن، هي راحت ما تدخلوش معاهم في اللعب هذاك تاع الجيش ويقول لك كبرانات. احنا كبرانات تاوعنا ورانا فرحانين بهم، وانتم واش دخلكم؟ واش دخلكم فينا حنايا؟ حنايا رانا فرحانين بالكبرانات تاوعنا. هما لا لا، كيما كان يقول لافرونشي، هادوما يسمى الافكار هادوما كامل باش يضربك، باش يضربك ويكرهك، ويكرهك في الاخر تاعك ويضعفك، ومن بعد نولو خبزه راك تعرف اللي يجي ياكل. وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. بارك الله فيك، يعطيك الصحة الله محمد. اللي يجي ياكل برك قال لك كلامك بالعسل، قال لك انا ماشي دار عرس خالتك، يعني دار خالتي كول وروح. نو خويا العزيز، كاين ناس انت كي تحارب الكيان الصهيوني والامبرياليه العالميه، ما تيريش على الناس اللي حاربوا الامبرياليه الامريكيه بكل بساطه. دونك كي تدز الناس كاع هادو في التيو تاعك ودراهمك تخليهم في البنكه تاع الصهاينه، تسمى انت راك تايق في هاد الناس اللي تكريكيتيكي فيهم، جماعه الميديا مونسونج وجماعه لي بونك. كومون تي بو ديتيستي لي بونكيي اي لي بونكستير اي لو بوبل دو مونسونج mettre ton argent dans une banque sioniste. Ça n'existe pas tout ça. Donc soit tu es anti-sioniste, soit tu as un agenda derrière. Mais ça peut être que tu es anti-sioniste ou tu tires les yanaïa ou tu as mis le bon cas ou de l'humour. يا خويا نورمالمون كي تخلص الحرب وما تحكي لنا الحكايه تاع العسكر وهادو يحكموهم العسكر وكذا. حنا رانا في الحرب، انت رانا وتيري على ديسيدون، تقول هذاك اونتيسيميت سما. هادو سي لي زيليمون دو لونغاج تاع لومبير، جانت ميليتار اونتيسيميت راسيست ما يحبش النساء اكسيتيرا، هاد القوالب كاع تاعهم. دونك حنا ما نزكوش الناس هكذاك ونبيعوهم شغل نروحوا بابا سنيسي اللي قاع هكذايا، ونلقاو روحنا حنايا ناكلوا في الشلاضه تاع القرضاوي، وفي الشلاضه تاع ما على باليش وشنو، والشلاضه تاع الاخر. دونك حنا ما ناكلوش الشلاضه اصلا. مي انت ديجا هادي برك تطيح لك المصداقيه في لا ريزيستونس، كي يكونوا عندك دراهم وديرهم في البويوك الصهيونيه وراك ماكش خايف. العيا والجمعه اليوميه الحاد
نعم كي تحط دراهمك في البنوك الصهيونيه سيك نتايا عندك ضمان، باسكو تعرف لا ستركتور راك تكريتيكي في لومبير صباح وعشيه، وراك تكريتيكي في لي بونك وفي السيستيم مونداليست وفي في لي بونك سنترال اكسيتيرا اكسيتيرا، على بالك بلي الدنيا كاع مبيوعه، كيفاش دير دراهمك انت في البنكة هذيك؟ دونك غير هذه تبرك تطيح لك المصداقيه تاعك. دونك لي ريزيستون ما كاش اللي عنده دراهمه في البنكه، عندهم دراهمهم في الدار، عندهم شويه عقده دراهم باش يقضي في السوبر مارشي ولا اللي باش يقعدوا عنده كوارط، بي اون رياليتي هو دراهمه كاع في الذهب، هذه هي ما كاش حاجه واحده اخرى. يكذب عليك الكذب، مي الناس هذويا اكسبسيونيست، هذا اونتي امبرياليست، هذا اونتي فيمينيست، هذا ومن بعد دونك احنا ما نسرقوش هذه الامور، واللي يحارب الكيان الصهيوني ما يديرش دراهمه في بنك صهيوني كل بساطه، وما يتعشاش مع الصهاينه غير ولا كان في تو تاع جورناليز كان تري ولا مصح باش تريح معاهم وتضحك وتصفق اكسيتيرا، الامور هذه فيها ما يعرفهمش الناس. دونك الناس تعرف هذه الامور، دونك كي تعرف انت هاد الناس وتعرف اجهزه المخابرات الصهيونيه اللي هما الشنبيط والموساد وهاد العباد، دونك ومن بعد تخرج زعما شغل تكريتيكيهم في البيبليك وانت راك تدي في الدراهم، نو هادي ما تمشيش، تمشي الحقيقه والكذب هذا واش يمشي، نص نص ما كاش. دونك سوا اوني ان كومباتون توتالمون، سوا اوني با كومباتون، ان دومي كومباتون سا نيكزيست با، نص محارب ما كاش، كاين محارب ما كاش نص محارب. دونك انا كي نكون تايق بوش راني نقول وانا اللي راني نقود، هنايا ما نديرش درهمي في البنكة تاعك بس كاناني ضدك، دونك يا ان بروبليم لا. مي سا سي ليستوار دو لونتيسيونيسم بلج، il faut savoir que le congressionniste il était où، وين كان الكونغريسيونيست؟ لونتيسيونيسم بلج سي اون ماسكاراد، مي لابسين اقنعه تاع ديسيدون باش يديروا بهم الملح في السوبه وباش تسرط القلب كومبل. دونك حنا ما نسرطوش هاد الامور، تكون محارب الكيان ضد الامريكيه كتجي لي من هيك، ما كاينش نص نص، لي دومي فيريتي ولي دومي مونسونج سا مارش با ميم مع ربي. مي لي زونتيسيونيست بلج سون لا pour faire cacher en réalité la profondeur. Ça الناس ما عندهم aucun argument، نسمعوا غير السبان الطياح التهديد بالحبس التهديد بالقتل التهديد بالامور، مي يا aucun argument في الاطوار راني ضد المعنايا التمس لهم في هذا انتيك وهذا يصلي وهذا مسلم وهذا شلحي في اسمع سي محمد حكيت صاحي وعندهم ما تحكي الحكايات في الحرب ما كاش هذا مليح وهذا دوني وهذا العيب كاين في التيو وحنا رانا ماكش محارب، تجيت لهنا باش دير كتاب وتدي الصواردة وتطيشهم في البنكة، وراك محارب نص محارب في القنوات التلفزيونية وفي
في الاخر سينو انت يسطيو لك لاشين يوتيوب تاعك ويحوزوك من تويتر ويحوزوك من كاع التيوات. هذه هي لا رياليتي اوبجيكتيف. كاع لي ريزيستون ايزون ايتي اكسكلو دو يوتيوب دو تو لي غافام. دونك انت واش عندك باسبور؟ عندك فيزا باش تدخل التيوات؟ دونك حنايا ما تلبسش معانا الماسك نروك باش خاوتنا ما يطيحوش في البياج. هذه هي لاي ميدار، تفضل. لاي ميدار، بالك او خدام، بالك او خدام. الله يملي ضاد. دونك باش نروبونديو في هذه الحكايه هذه، باسكو هذه هي السيبله وهذه هي لا تارجات وهذا هو الامر جيو استراتيجي اللي الناس تحب تفهم في لا جيو استراتيجي وتفهم في الامور هذه. نص الحقيقه ما كاش يا خاوتي، والناس هذوما لابسين اقنعه وما كاش ناس يعرضوك هكذا كبرك ولا يديروا لك كتابات هكذا كبرك. هذه ما كاش منها، هذه ما كاش منها. ناس عند اون ميزون ديديسيون سي سيريو، دونك باش يبيبليو الكتاب ولا تبيبلي كتابات ولا يخلوك دير دراهم. كاش منها هذه يخلوك دير دراهم؟ انت تحر فيها ويخلوك دير دراهم، يفتحوا لك شركات لولادك. سا نيزيست با تو سا. دونك يا سوا انت بيستيفيري كيما حنايا، يعني ما هاد الناس راه محالفين عليك بالاعدام، الصوا ما كاش. هادي تاع ندور معاهم ومصح انا ضدهم، ايش دور معاهم انت؟ انت ضدهم، انت راك تضل تتعشى معاهم ولاصق فيهم واللقية تاعك كاع باين، وتيدونتي في الناس الاخرين باللي شغل ديكتاتورية عسكرية. سما كي انت كلاتي بلومبير ولا كلاتي بيا؟ كلاتي بلومبير تهضر على واحد اخر ولا شنو؟ كي 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 تخلص القرا ومن بعد نشوفوا الحكايات تاعكم هادويا. مي الناس هادويا يجيبوهم كي الملح باش نبسطوا الكلام. السوبا فيها الملح، فيها في قرنفل، فيها شويه ما على باليش قرافص ولا ما على باليش. ومن بعد تجي تطبعها لنا هكذاك بشويه حقيقه وكدايا وتزها لنا هكذاك. نو حنا ما ندزوش برك هكذاك وبلع وصرت. حنا بشر خلقنا ربي بأحسن تكوين، عندنا مخ نخمو وما نبلعوش هكذا أمور. دونك الناس اللي شافوهم يبلعوا أمور باسكو هاد الناس يعبدوا الأشخاص، هاد الناس يعبدوا الأشخاص للأسف الشديد. هذه هي الحقيقة، الناس تعبد الأشخاص، تعبد العباد ماشي رب العباد. دونك اللي يلبس القناع لا لا ما انت مع روحك ديجا. و سي بور سا كي في رابيدمون هاد الناس. il n'existe pas dans l'antisionisme, c'est de l'antisionisme de plateau de télévision. يعني يعرضوك في البلاطوات ويعرضوك في كدا ويعرضوك في الاخر باش يحرشوا بيك في لي ديني اون فيل اكسيتيرا، في الغرف المظلمه، باش انت تكون واحد ضدهم في هذاك الجمع بالكؤوس والامور بلون والويسكي. بديتي يرجو بيك. دونك هاد الامور، ولكن اللي حط دراهمو كومبلي وضامن الكورسه وراه يمشي عادي وجامي كري ساواه، ما يداروا له اطونطا، وين وين راك انت مع راك تحارب؟ يعني الناس كاع كلاهم رصاص، انت راك قاعد من بلاطو لبلاطو. ترى باش نبسطوا الكلام لخاوتنا، يعني الناس هذو يلبسوا اقنعه، هذه هي. والاقنعه والنص الحقيقه ما تمشيش معنا، هذه هي. سواء نقول الحقيقه يا سواء نسكتوا، ما كاينش نص. دونك الناس هذو كاع مبيوعين بكل بساطه. هذه هي، الناس يحبوا الدراهم، يحبوا المناصب، يحبوا شوفوني يا ناس وانا عندي تاريخ وانا نخلي كتابات وكذا. دونك ان ديسيدون ما عندوش الوقت يخمم في لاكارير تاعو واش راحين يقولوا عليا على 100 سنه واني نوجد في الكتاب تاعي. نو
تراك تهدر شغل ايكولي ولاك حاب تخلي بالصافي تاعك ما يهمناش، احنا ما نصرطوش الامور ماكش البرميز يعني اولادهم ما نديلهمش كادوات. دونك الناس هادو مبيوعين زونتيسيونيست بجان ماسكارا تو سي بتي زونتيسيونيست دو باكوتي كي بيولو لا تيليفزيون بهم صح هما ستلهيك في البلاط يعني يغموه مش راح يقدر يهضر. لا فرونشي سامحني خو ماشي باش نكوبيك عباس، وقيلا راهو طاح. هادو يديروا بهم جامي يجريساوك ردخان ما ردخوكش كف ما ضربوكش بيها ما مرموش ما نبع عليك الفارينة. دونك انت ما كاش منها، انت ما تقدرش انديسيدون ما يمشي وحده في الطريق يمشي مع لي كارد خاوتو ما يقدرش يمشي وحده والناس قاع معبيه بس ما كاش منها. هذه رانا في حرب ماشي في مهرجان. دونك الناس هادو يا داروا دراهم بالقضية الفلسطينية واستثمروا فيها الكثير كما الإخوان المفلسين وهادو جماعة السرسو وجماعة التوحيد وهادو اللي يضربوا لابيير والويسكي مور 9 تاع الليل. ما نسرطوش هاد الأمور. دونك سوا نكونوا سيريو سوا ما نكون مي التلاعب والتزحلق هكذا الفني وتبدا دير في التوربيون وشغل الشباب وصوتي في السماء نو هذه للشعوب للجماهير ما يعرفوا والو اش امره ما قرا ما قاري ماشي قاري حابس في القرايه تاعو ما فيها بطا يعني ما على بالوش اصلا يحوس غير على الشهريه ويحوس على الدراهم ما على بالوش وين رايح البشريه هذه كاع ما على بالوش ما عندوش عقيده ما عندوش قضيه ما عنده والو. دونك الجماهير هادو سي فاسيل تربي لهم شويه حلوه هكذايا كاع ينوضوا ياكلوا الحلوه نورمال. دوك تنوض تسربي شكاره حلوه ولا شكاره درام الناس قاعد تدور بيك وتحبك نبداو قاعد نسربيو في الحلوه هكذاك. الحقيقه واعره الحقيقه توجع الناس توجع الامبير توجع الشيطان توجع الناس هادو قاع. دونك ما كاينش منها هاديه واحد يحارب الصهاينه وداير ملايين اورو في التيوات هكذايا في البنكات وكذايا تما انت عندك لي سي باسي ولا بالنا بيك كي نتايا كي كاع لي فو اونتيسيونيست هادويا باش يغموا الديسكور بوليتيك باش ما كان حتى اوبوزيسيون باسكو هذاك مسكين كينيز كي تان سوزوم فيريلمون مورفولوجيكمون سي با ان هوم يعني عنده فيزيك نقدروا نقولوا باللي يميل للفيمينا. دونك كي يكون في بلاطو تيليفزيون يكون مع دي متر دو غوس دو لا ديالكتيك ياكلوه وياكلوه بالكاريزم تاعهم ياكلوه باسكو قاريين بزاف. دونك ياكلوه حتى ولو يقولش كلمه حقيقه ويبوليوه ان ديسيدون ما يقولش سيل فو بلي اسكو فو مليسي بارلي ليسي موا كونتينوي نو. ان ديسيدون يدخل يمبوزي الديسكور بوليتيك يدخل شغل واحد يطرونجليك نطرونجليك ديرك ماكش هادي تهضر معايا ونهضروا كاع كيف كيف نجي نطرطق لك كاع الحقيقه ومن بعد تحكي حكايتك بصح باش تكوبيني وانا نقول لك اسمح لي اسكو تخليني نكمل وكدايا وانت عدوي ماكش منها وراك تكذب ماكش منها سينو نوض الروح مريحش انا قدام الكذب باسكو انا غدوه نتحاسب عليه. دونك نطرونجليك بصح ما عندوش هاد الكاريزم ما عندوش. دونك ما شغل راك تهضر مع مرا يعني سيل فو بلي وكدايا ومنايا الحرب هادي ما فيهاش هاد الامور. دونك سوا تيمبوزي روحك ما من خاوتنا كي تكون تهضر مع واحد ولا تيمبوزي لي زيدي تاعك ماكش هاديك سمح لي ونقول لك ونفهمك عندي فكره عندي قضيه ما تحكيليش حكايتك دي حكايتك وروح احكيها لواحد اخرين حنا نحكو السيريو
بصح كي تطرون ليه يجي فوقع واحد ما يهدر كيما بوتين كيدخل تي ويكونترولي كاع الغاشي. باش نعطيكم مثال واضح، يدخل يكشتكش يكونترولي الغاشي هكذاك سي صانوم، يعني يمبوزي لك الريسبي، يتنتيم لو ريسبي. دونك انت كي تشوفو تقادرو ديجا عندك هيبة منه، كي تشوفو تخاف. دونك تسمى كي تهدر تسقم روحك وتتعقل، باسكو على بالك بلي راك اون فاس ان كومباتون، يعني راح يتيري عليك مباشرة، يعني ما يخليكش تتنفس، مش تتنفس باسكو سي ان كومباتون. مي لي دومي كومباتون ما كاش اون اكزيستون. واحد يقول لك انايا عسكري وكذا وعنده رجل واحدة، ما يقدرش. عسكري عندك رجل واحدة، عندك زوج رجلين، سينو انابت، تا اونديكابي مالوروزمون. شوف ان اوتر بروجي، بصح تو ني با في بور اتر ان سولدا. سي با دير انت ماشي انسان ولا انت ماشي قادر، ما عندكش الله غالب، عندك ما عندكش رجل. دونك ما نقدروش نخلقوا لك رجل. دونك تما شوف خدمة واحدة اخرى. واش قلت الأستاذ موسى؟ بالضبط خويا نفرونشي، تمام تمام هذاك هو. ما كاش نص حاجه، ما كاش هي في الواقع الناس برك تجيها مثلا كي تكون معنويه هكذا، تكون الناس تبدا تخمم الى صح ولا ماشي صح، زي ما تقولوا نصف الحقيقه ما كاش منها، يبدا يخمم خاطش معنويه. تكون تقول له نص طوموبيل ديريكت، كاين نص طوموبيل هنا اقسمها تمشي ما تمشيش، نص دار نص انسان قسمه على زوج من الفوق لتحت. اذن هذه هي الواقع، ما كاش نص، ما كاش. ربي خلق حاجه وحاجه واحده اخرى، ربي خلق زوجين اثنين، وهذا مقابل هذا. خذ تريسيتي كان زوج خيوط فازين نوتر، خذ في الخلقه الانسان مرا وراجل، ماشي كيما راهم دوك يديروا خرطي في الخرطي وكذابين، واللي يتزوجوا بيناتهم كذابين على رواحهم وعلى بالهم بالحقيقه ما كاش منها. اي حاجه، حاجه سخونه مقابلتها بارده، الضوء الظلمه، هكذا الدنيا مبنيه، وهكذا اللي تمشي، وهكذا اللي انت. اي واحد ياخذ الكون تاعو، ياخذ واش من الجهه. يعني كاين الناس مثلا، شغل انا نهضروا في البساطة هذا كما يقول خونا الفرنسي، كاين الناس حب الماكلة باردة، الاخر حبها سخونة، هذا يحب مالحة، الاخر حبها مسوسة، الاخر يحب مثلا غير يدخل الدار يفتح كل التواقي بيبان وكذا، يحب الهواء، الاخر حب يغلق. واحد يحب يشعل الضوء كل حاجة ضاوية في الدار، الاخر يحب طافية الحالة بكل واحد. إذا هكذا، هذه ما كاش النص، النص هذه ما كاش إطلاقا إطلاقا في حياة الإنسان. ما كاش نص، تبدأ تاكل تاكل حتى تشبع، كاش منها تاكل جوج لقمة ثلاثة وتكمل النص، كاش منها تشرب حتى ترتوي. إذا هكذا الدنيا هكذا، وكذابين هاد العباد هادو، هادو مقاريين وحفظوا الدرس وجاو كما يقولوا يقراو عن الناس اللي ما قراوش. هذه هي بهذا المفهوم، يعني ما كاش حاجه واحده اخرى. الناس هذو جهلوهم، جهلوا الشعوب عمدا، لتوهم بالاشياء اللي ماشي مهمه، اللي ماشي مهمه اصلا في الحياه. كون تاخذ اي انسان، خذ زعما اوروبي ولا امريكي، خذ واش راك حاب في حياتك، زعما الحاجه الكبيره كامل، واش راك حابها، واش حاب دير في حياتك انت، حاجه كبيره غرون اوبجيكتيف، وشنو ما لا بالوش، واش راك حاب دير زعما كوم دي اوبجيكتيف هكذا مويا، بالك يعدد لك وحده. بصح اسكو راك تخدم، راك تخدم لهم هما، شدوهم كل كيما يقولوا لحظه بلحظه، شدوهم توجور هذا السمارت فون،
لي ميديا لي فيلم هذا اللي سوا ديزون المؤثرين لي شونتور لي الاخر كلش مشدود. هذا الانسان هذا المخلوق البشري هذا مشدود دائما للبرا ليكسترن يونيفر اكسترن العالم الخارجي مشدود. بالتالي كي يكون مشدود للبرا دائما صافي لليونيفر اكسترن هذا العالم الخارجي هو اللي يجيريك مش انت اللي تجيري روحك. دي داخله في استراتيجي تاع كيفاش يجيروا الامور كيفاش يجيروا الشعوب الاتيه دائما خصت هذه خصت هذه درك كيما راهم باصا وحقيقه على كل حال ما كاينش تريسيتي الماء نقص لي هكذا طفي كليماتيزور وكذا الاخر كذا ما هذه نتوما باسكو خلطتوا فيها شبوز نزلها وليك واش دير لكم وبوتين على بالو باللي صرا هكذا اما لا سي بون هذه هي. اذا هذا اسمه هضرنا عليه تاع نص 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 كاش راك معاه ولا ضد كيما في الثوره باش يديروا الثوره التحريريه مباركه في 1 نوفمبر 1954 كانت مقبلها كانت حركات كانت احزاب كذا الناس العقال اللي خموا باش يخرجوا فرنسا حقيقه قالك لازم هادو كامل لمون في جهه واحده سموها الجبهه جبهه معناتها تجابه تواجه هذا هو الجبهه تواجه. اما كان اللي دخلوا كان اللي عندهم مبررات مازال الوقت ماشي دركا الشعب ماهوش فاهم ما عندنا والو حتى نوجدوا روحنا وكذا اذا خرج واحد الشعار وقاعده معتمده قالك اللي راه مع الجبهه راه مع الجبهه واللي ماهوش مع الجبهه راه ضد الجبهه راه ضد الجبهه. ذا هو المنطق الحقيقي تا وين راك حنا رانا نحاربوا استعمار نخرجوه تا وشنو ماكش معنا صافي وين راك كي ماكش معنا راك مع فرنسا ولا راك الا راك معنا راك معنا ولا ماكش معنا راك ضد هذه اسمها راك مع فرنسا ديريكت قبالها. اذا هذه ماكش النص توقف في النص رجل لهنا ورجل لهنا لكن حتى حاجه في النص. كون ناخذ مثال برك خويا لافرونشي في السبور لما واحد باش يكلاطي في جهه لازم يدير زوج رجليه في هذيك الجهه في لا ديسيبلين هذاك ولا في السبور هذاك كاش يدير النص هنا ونص هنا كاش جامي واحد نجح في دو ولا تروا سبور جامي لي لي تادو لي زيلي تاع السبور لي ديسيبلين حاكم حاجة وحدة ويافونسي ويبيرسي فيها. إذن هذه هي الحقيقة وحدة